وبالتالي عايزين نطمن على فرقتنا. يعني معانا دلوقتي كريم احمد من ملعب استاد التتش عشان نتابع معاه فرقتنا ازاي، التدريب ماشي ازاي. ان شاء الله بكره باذن الله يكون النادي الاهلي موفق ويحرز ثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الدوري. كريم مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. مساء الخير عليك كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، وانت طيب طبعا، وكل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. معانا كمان زميلنا محمد فارس متواجد معانا، هنناقشك لان عايزين نعرف حاجات كتير جدا جدا عن فرقتنا. قول لنا اولا التدريب، هل انتهى التدريب؟ الاجزاء التدريبيه مشيت ازاي؟ عايزين نطمن على لعبتنا، عايزين قول لنا الكواليس الموجوده في استاد التتش. برحب طبعا بالزميل العزيز محمد فارس، والشكر ايضا موصول زي ما اكدنا الجمهور للنادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني، مباراه صعبه جدا لكلا الفريقين، بعيدا على الترتيب وبعيدا على النقاط وتصدر النادي الاهلي بطوله الدوري العام وترتيب نادي الاتحاد السكندري، هي مباراه من خارج الخطوط هتكون فيها صعوبه جدا طبعا للقيمه الكبيره بيتسو موسيماني، وايضا على الجانب الاخر الكابتن عماد النحاس كمدير فني جديد لفريق جديد للاتحاد السكندري، وايضا كمان تكون انطلاقه جيده في بطوله الدوري العام بعد توقف يمكن طال لمده 28 او 29 يوم لم نشاهد الاهلي في بطوله الدوري العام. فان شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي غدا، ثلاث نقاط مهمين جدا لفريق النادي الأهلي بالنسبة لبطولة الدوري العام، ونستمر كمان في سلسلة الانتصارات، لأن أنت عارف خلاص يا كابتن هاني البطولة الأفريقية وتحديد مباراة الرجاء، الأمور دي ليها حسابات أخرى بشكل كبير جدا، لكن معودنا الحقيقة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني هي مرحلة مرحلة، دوافع بتكون مختلفة جدا في كل البطولات، لكن بطولة الدوري ليها شكل، البطولة الأفريقية ليها شكل. فيمكن إحنا في هذا التوقيت طبعا يمكن خارج الملعب، لأن أنت عارف يا كابتن هاني النهاردة زميلي محمد أيضا كمان عارف أن التدريب النهاردة مغلق لفريق النادي الأهلي، تم بس سماح بيه العشر دقائق الاولى في تدريب فريق النادي الاهلي. الراجل اكيد بيتسو موسيماني النهارده بياكد على اكثر من نقطه طبعا، على بعض الجمل التكتيكيه، التشكيل، التكتيك، كل الامور دي النهارده على مدار التدريب هتكون طبعا النهارده هي جرعه تدريبيه قويه ووحيده اخيره قبل طبعا دخول في معسكر مغلق عقب انتهاء هذا المباراه مباشره استعدادا لمباراه الغد على استاد الاهلي والسلام الاهلي والاتحاد السكندري في التاسعه والنصف. الامور مطمئنه يا كابتن هاني زميلي محمد طبعا. بالنسبه لمتابعتنا للمعنويات بيتسو موسيماني الحقيقه وكابتن سيد عبد الحفيظ في بدايه المران اجتمع باللاعبين، اكد على المرحله، اكد على الدوافع وعلى الرغبه وعلى الجهد الكبير المطلوب من لعيبه النادي الاهلي، وده الحقيقه اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه وفي التحديات وفي التلاحم الكبير جدا للمباريات. احنا عندنا مباريات يعني صعب الامر جدا لعيبه النادي الاهلي، هتلعب يوم 6 يوم 9 يوم 12 ثم يوم 16 كمان لمباراه الرجاء هنا، ومن بعدها يوم 22 او 23 تذهب الى المغرب، فكان ضغط كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن هو ده قدرنا وهو ده قدر لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون معانا في هذه المباراه، ومنها ان شاء الله في البطوله الافريقيه. انا عايز بس اكد على اكثر من نقطه معاك يا كابتن هاني ومع زميلي ايضا محمد في الاصابات، الغيابات، مين هيكون متواجد غدا؟ احنا في انتظار طبعا انتهاء المران وخروج القائمه، لكن المؤشرات المبدئيه طبعا هو استمرار غياب محمد هاني. يعني شايفين محمد هاني بيؤدي بعض التدريبات التاهيليه مع طبعا اخصائي التاهيل احمد عبد العزيز، الحقيقه كمان كريم فؤاد ادى اداء مميز جدا في المباراه الاخيره، ارقامه كمان يا كابتن هاني زميلي محمد كانت مميزه جدا في الدفاع، في الالتحامات، في التمرينات الصحيحه، فكل الامور دي ان شاء الله باذن الله ياخد الفرصه واثنين وثلاثه. اي حد بيكون موجود يا كابتن هاني زميلي محمد بيأدي طبعا المهام المطلوبه في المباريات بعيدا طبعا عن مين اساسي ومين احتياطي، الكل موجود، الروتيشن مهم جدا خلال الايام القادمه، فيا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد. كريم خليني اسالك سؤال مهم جدا، طبعا انت قلت احنا واخدين الامور مرحله مرحله وده عهدنا بالنادي الاهلي، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بيحب يعرف هل كان في اي كواليس اي انطباعات عن وجود النادي الاهلي مع الرجاء في المواجهه القادمه، ولا ما كانش في انطباعات وفقط التركيز في مباراه الاتحاد؟ انت عارف طبعا زميلي محمد يعني مباراه الرجاء مباراه كبيره جدا وقيمتها كبيره جدا، يعني على هامش الجلسات اللي بتكون مع لعيبه النادي الاهلي الكل طبعا بيتكلم المباراه، مباراه الرجاء، الحضور الجماهيري، الامر ده مهم جدا كمان لان احنا عارفين وشفنا الحقيقه في المغرب حضور الجماهيري بيكون كبير جدا. فان شاء الله باذن الله بنتمنى وبنامل بشكل كبير جدا، مجلس الاداره بيبذل كل الجهد الحقيقه في كل المباريات ان هو يكون في عدد كبير من الجمهور، لكن النادي الاهلي في مهمه وطنيه كبيره جدا، ويمكن الجمهور بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في المباريات الحاسمه، هنقابل جمهور كبير وهنقابل ضغط كبير، فبنتمنى ان شاء الله ان يكون جمهورنا متواجد. اللعيبه بتتكلم على هامش طبعا القرعه وعلى هامش المباراه، لكن انت عارف النادي الاهلي اي حد هيقابله زميلي محمد، الرجاء، الترجي، اي حد هيهون قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده هدف، النادي الاهلي بيتالق بشكل كبير جدا من بعد دور المجموعات، دور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله خطوه خطوه خط ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي تحقيق ما لم يفعله اي فريق في افريقيا، هو الحصول ان شاء الله على البطوله الثالثه ال 11 الاهلي. هو نداء طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله بس نبدا بمباراه الاتحاد ومن بعدها مباراه المصري، ناخدها تدريجيا كده
والكل حدث الحديث ان شاء الله في مباراه الرجاء. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد ومنها ان شاء الله البطوله الافريقيه. اكيد يا كريم. طبعا من خلال متابعتك كمان انت قلت محمد هاني لسه في البرنامج التاهيلي، لكن شفنا في الصوره محمود متولي، ومهم نطمن على محمود متولي لان يعني محمود لعيب مهم. ليه لعيب مهم؟ لانه بيلعب في اكتر من مركز عندنا طبعا، بيلعب كسيرديباك، بيلعب في وسط الملعب بشكل كويس، وبالتالي غيابه لفترات طويله ووجوده اعتقد كان موجود في القائمه المباراه اللي فاتت، منتظرين طبعا قائمه النادي الاهلي بعد التدريب، لكن رايك ايه وجوده في الملعب؟ عامل ازاي؟ شكله، اداؤه، هل جاهز ليه؟ طبعا اعتقادي واحنا بنتكلم على الروتيشن اللي مستر موسيماني هيشتغل بيه الفتره اللي جايه يكون لمحمود متولي فرصه للعوده مره ثانيه للملاعب. بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني، نقطه مهمه جدا الحقيقه. متولي قطع شوط كبير جدا الفتره الماضيه في التاهيل، يعني كان عنده باد لك كبير جدا في الاصابات، لكن طب بنطمن عليه الحقيقه يوميا من الجهاز الطبي، بنطمن من التدريبات، بنشوف الالتحامات، الكروسات، التاكلينج، كل الامور دي. لا يعني اقدر اقول لك متولي جاهز طبيا وبدنيا، لكن انت عارف طبعا يا كابتن هاني تدريجيا ممكن يدخل في القائمه مره، ممكن ياخد جزء مره، لكن انا باكد لك ان شاء الله في قائمه اللي هتظهر ان شاء الله عقب انتهاء المران متولي موجود في قائمه فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون يتم الدفع بيه او على دكه البدلاء. واحد من العناصر المميزه جدا، احنا عندنا كمان غيابات عديده جدا يا كابتن هاني على راسهم اكرم توفيق وعمار وبدر بنون وكوكا ومحمد هاني ربيع صلاح محسن، كمان يمكن خط الدار فيه غيابات كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله متولي يرجع من جديد، اكرم منتظرين وعمار، كل اللعيبه الحقيقه اللي فقدناها الفتره الماضيه محتاجينهم، لان المرحله اللي جايه مرحله دقيقه جدا ومهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مطمئنه. مباراه الغد كمان بنامل لعيبتنا تحافظ على نفسها بشكل كبير، وده التحذير اللي بياكد عليه بيتسو موسيماني للالتحامات، ندخل بقوه بس مع الحفاظ طبعا على الخصم وعلى الحفاظ على نفسك كمان، لان احنا مش عايزين نفقد اي حد خلال المباريات القادمه وتحديدا في البطوله الافريقيه. زميلي كريم، سؤال برضه عن محمد عبد المنعم وفكره واقي الانف اللي كان في البدايه كلام عليه، هل هو الحاله وصلت لايه؟ قدرته على المشاركه والتواجد، الوضع الخاص بمحمد عبد المنعم لان هو مدافع ايضا مهم جدا للنادي الاهلي. بالتاكيد يعني منعم الشخصيات المميزه جدا، بيمتاز بالجديه والرجوله وعنده تضحيه كبيره جدا، ويمكن هقول لك زميلي محمد كابتن هاني منعم طلب ان هو يكون يشارك في مباراه الغد، ويمكن دي بتدل على الاصرار الكبير واهميه المرحله. هو طبعا يعني الواقي طبعا بيتمرن بالالتحامات والامور دي، طبعا اللعيبه بتحافظ شويه طبعا على منعم، لكن من الواضح ومن الشكل العام ان منعم ممكن يكون متواجد عقب انتهاء التدريب في القائمه النهارده، يمكن شارك في الجزء اللي احنا كنا متواجدين فيه، كان في جزء بالكوره، الالتحامات لسه ما شفناهاش بشكل كبير، لكن المرحله محتاجه تضحيات بشكل كبير جدا، ومحتاجه شخصيه زي شخصيه منعم، شخصيه اكرم، وكنا محتاجين طبعا هؤلاء اللاعبين خلال المرحله الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله نشوف منعم من جديد مع فريق النادي الاهلي، نشوف ياسر يتالق، ايمن يتالق، كريم، الكل الحقيقه اي حد يكون متواجد، لكن باكد لك ان شاء الله منعم جاهز بالنسبه للمشاركه، لكن هو كان في تحفظ طبي شويه من الجهاز الطبي ان منعم ما يكونش مشارك في المباراه الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المران نطمن عليه بشكل كامل ويكون متواجد في القائمه، ومنها ان شاء الله الدفع بيه من عدمه يكون رؤيه فنيه للجهاز الفني. مفيش شك طبعا كريم، كلنا عندنا ثقه في كل لاعبتنا، طبعا منعم من اللعيبه المميزه جدا، لكن كمان ياسر بيأدي بشكل اكتر من رائع، ايمن اشرف، عندنا وكل الثقه في لاعبتنا، ولكن زي ما بتكلم وجود اكتر من لاعب ويكون عندك سكواد كامل، ده اكيد ما بتكلمش عن مباراه مهمه جدا زي مباراه الاتحاد بكره، هتكلم على مشوار النادي الاهلي الفتره اللي جايه محتاجين فيها كل لاعب. كريم بنشكرك شكرا جزيلا، وتحياتنا هنا من قناه النادي الاهلي لكل لعيب عندك، وبالتوفيق لنادينا بكره النادي الاهلي امام نادي كبير نادي الاتحاد السكندري، فكل التوفيق لفرقتنا بكره ان شاء الله.